ده مش أول جمعة يحصل فيها استهداف للصحفيين، العملية بدأت تصاعديا. الجمعة اللي فاتت كان في عنف تجاه المصورين. أصدقائنا من داخل جماعة الإخوان المسلمين بينصحونا إن إحنا لو موجودين في الطرف اللي فيه الجماعة إن إحنا ما نقولش إن إحنا صحفيين وما نظهرش الكاميرات بتاعتنا، أو إن إحنا ندعي إن إحنا من المركزية اللي هي المركز الإعلامي للجماعة في اسكندرية عشان نكون آمنين على نفسينا. النهارده في جمعة التطهير القضاء مع الإخوان، كنت بجري أنا وزميلتي هبة خميس مصورة في التحرير، كنا بنجري مع الإخوان الناحية التانية في سموحة في ميدان فيكتور، وهو كان في ولد بيتضرب وبيتزحلق واحنا صورناه، فكان منها ان هم قالوا لنا ما تصوروش وكان بيزعقوا كده، بس انا يعني ما كنتش متخيله ان ممكن حد يتعدى عليا يعني. بس واحنا بنجري في ميدان فيكتور ولد قال لي لو ما مشيتيش هيضربنا بالطوبه، فانا قلت له انا مش همشي لان انا بشوف شغل، فالولد قال لي طب قام جاي ضربني بالشلوط في العدسه. النهارده كان عندي تخطيط المتظاهرين ومشكله المتظاهرين واشتباكات الاخوان في سموحه، طلع علينا واحد راجل عبوس سني بدقن مسكلي زي خازوق كده كبير من اللي هو حاجات العصيان، وهاتك يا ضربه على ظهري وهاتك يا زعيق امشي من هنا، انتوا كدابين، انتوا اعلام مضلل، انتوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وبعدين تم الاعتداء على الضرب عليا وعلى زميلتي ليلى خليل وعلى زمايلي من الجرايد الاخرى، احمد عبد الفتاح جريده الصباح واحمد ماجد من كرموز. اعترضني الاخوان المسلمين وانا طالعه من النفق سموحه لسيدي جابر، وقال لي الاتي: انت اعلامك مضلل، انت اعلام فاسد. فقلت له لا، قال لا انا ما حدش يتصور هنا، وهو كان اعترضني برضو طريقي الصبح برضو وانا رايحه اعمل شغلي، فمسك عصاية وضرب زميلتي اسماء عبد اللطيف وضربني على ظهر الشنطه، وطردنا وقال مش عايز اشوف وشكوا هنا تاني، واللي هيصور مش هيحصل له طيب. الاسبوع اللي فات كانت العملية خطر، ولكن الأسبوع ده العنف زاد والخطر زاد. أنا كنت واضح جدا إن أنا ما بتحركش وحواليا نشطاء أو حواليا متظاهرين، أنا كنت موجود لوحدي تمام، وكنت برجع وكنت واضح الكاميرا والمعدات بتاعتي كانت ظاهرة معايا، إلا إن الإصابة جات لي بشكل مباشر فيا وأنا بجري في الاتجاه بتاع المتظاهرين أو اللي هم مناهضي لدور جماعة الإخوان المسلمين.